بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العسكري الأسود، النهاية الأبشع لرجل التعذيب الأبشع في تاريخ مصر. جثة تقف أمام المسجد ترفض أن تدخل فلا يصلى عليه، وفي مكتب جمال عبد الناصر ببيته في منشية البكري كان مشهدا آخر مذهلا. العسكري الأسود كما كان يلقب اللواء مدير السجن الحربي ينبطح أرضا ممسكا بقدم عبد الناصر الذي فوجئ فارتجف وهو لا يدرك ماذا يفعل هذا العسكري اللواء العسكري الأسود. الأرض دي أرضي. الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي. يروي عبد المنعم مدبولي عليه رحمة الله أن مشهد تقليد الكلب في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس كان حقيقيا في سجون عبد الناصر. السجن الحربي الذي كان مديره حمزة البسيوني، السفاح، العسكري الأسود، كينج كونج، كلها ألقاب سحبت على العسكري الجلاد الذي قالوا أنه كان ضمن تنظيم الضباط الأحرار 300، والذي كان وقتها برتبة صاغ يعني رائد، وكان عمره 30 سنة بما أنه مواليد 22. ذكر الممثل عبد المنعم مدبولي أن مشهد الكلب وتقليد الكلب والهوهوة الذي ظهر به في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس لم يكن مشهدا من خيال السيناريست أو المخرج، ولكنه كان مشهد حقيقي نقله عبد المنعم مدبولي شخصيا إلى الفيلم بعد أن عايش تعذيب أحد جيرانه على يد حمزة البسيوني. الكلب بيعمل إيه؟ بيهوهو يا بيه. قلت لي بقى انت ايه؟ انا يا ولادي انا كلب يا رمز بيه. هايل. والكلب بقى لما يحب يقول حاجه لصاحبه يعمل ايه؟ هو ايه؟ هو هو احنا بتوع الاتوبيس، وما زال الاتوبيس يجري، ولكل سجن بسيوني ولكل بسيوني اسياخ حديد تنتظره. ان لم يكن في طريق الاسكندرية القاهرة فهناك، حتما هناك. كم عسكري، كم بسيوني ما زال يحمي الوطن بتعذيب المواطن، بجعله كلب يهوهو امام زوجته وبنته الى اليوم. بيقول عبد المنعم مدبولي كان له جار وزوجها كان معتقل، بعد عناء تمكنت من زيارته هذه الجارة، ذهبت للسجن الحربي معها ابنتها، التقت بضابط السجون حمزة البسيوني، دخل زوجها الزيارة في وضعية الكلب مذلولا أمام زوجته وابنته، وقال له البسيوني انت ايه؟ فأجاب قائلا أنا كلب يا بيه. قال له الكلب بيعمل ايه؟ بيهوهو يا بيه. قال له طيب اعمل زي الكلب. فالراجل هوهو. فقرر مدبولي ابتكار هذا المشهد المأساوي ونقله إلى فيلم إحنا بتوع الأتوبيس. قررنا نحن أيضا فتح الملف الأسود لحمزة البسيوني، لعل بسيوني هذا العصر يتعظ، يتذكر، يرى نهايته إن لم يسارع بالتوبة فورا. فيلم إحنا بتوع الأتوبيس اللي نقل جزء يسير من التعذيب في سجون عبد الناصر وكل عبد الناصر لكل الأطياف الفكرية والسياسية في مصر، تم تجهيز النسخة زيرو وعرضت على الرقابة، طلبت حذف 10 مشاهد تعذيب في الفيلم. رفض فاروق صبري سيناريست هذا الفيلم ومنتجه حذف هذه المشاهد، فمنع عرضه إلى 1979. السادات طلب الفيلم وشافه، جاني تليفون من الرئاسة وهو بيضحك ضحكته الشهيرة الجميلة وقال لي الفيلم ده ما اتعرضش ليه. لما جاءوا اتصال من الرئاسة وسمع صوت السادات على الطرف الآخر وهو بيضحك وبيقول له الفيلم ده ما اتعرضش ليه يا صبري، قال له الرقابة منعته يا ريس، قال له الفيلم يتعرض وانت اكتب اللي انت عاوزه واعرض اللي انت عاوزه واللي على راسه بطحة يحسس عليها. حمزة البسيوني الذي تحول الى نجم سينمائي فقد جاءت اجزاء من حكايته في الافلام التالية: فيلم الكرنك دور خالد صفوان اللي قام به كمال الشناوي، ورمزي في فيلم احنا بتوع الاتوبيس اللي قام به سعيد عبد الغني، وفيلم ورا الشمس شخصية الجعفري اللي قام به رشدي أباظة. لكن نهاية حمزة البسيوني الحقيقية جاءت في فيلم اتنين على الطريق، دور عزة اللي قام به عادل ادهم، حمزة البسيوني اللي خرج من الدنيا وقد ترك جملة هي الاشهر في كل ما قاله امام المعتقلين اسلاميين وشيوعيين:
يساريين وليبراليين، وقد جاءت هذه الجملة على طرف قلم مصطفى أمين في كتابه سنة أولى سجن. قال حمزة البسيوني في تحد عجيب لله: سبحان الله، ربنا له زنزانة عندي في السجن، لو نزل هحبسه فيها انفرادي، لا إله إلا الله، حاشا لله. فكيف كانت نهاية هذا الجلاد عديم النخوة والدين والإنسانية؟ هل مات كباقي البشر؟ هل حقا حرق القرآن الكريم في ساحة السجن الحربي في مدينة نصر في مصر؟ أعرف كل ما جرى، وأعرف ماذا كان يتم في السجن الحربي، وكنت فيه، وأدري اليوم اللي وقف فيه حمزة البسيوني على الكل وجمع ورق كوموا كوم كبير مصاحف وحرقوا بالنار، يجمع 1400 واحد ينزلهم ويلم بره من المصاحف تنزل تتحرق أمام عينينا، ويقول بالحرف الواحد: أدينا حركته عشان تبطلوا زن يا أولاد الكلب. من هذا الظالم الذي عاد الله وتحداه وقال كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى؟ فخسف به الله الأرض وأغرقه في البحر. سبحان الله، مصر لا تخلو أبدا في أي زمان من فرعون، ولكل زمان فرعونه. من حمزة البسيوني هذا؟ وماذا حدث له؟ وكيف كانت نهايته؟ بصحراء مدينة نصر قبل أن يبتلعها العمران كان هناك حمزة البسيوني، أحد أبرز وأشهر رموز القمع السياسي في مصر خلال القرن الماضي، الذي مات ولم تمت حكايات التعذيب التي ابتدعها وأبدع فيها. اقترن دائما بأنه كان من معسكر عبد الحكيم عامر، وذلك في منظومة النظام الناصري اللي بدأ فعليا سنة 1954. وحتى نتعرف على شخصية هذا الجلاد العسكري الأسود، لابد أن نتعرف على الظروف التي صنعت هذا الوحش الذي كان يتلذذ بتعذيب البشر. من هم الرجال الذين أحاطوا به وساهموا في تشكيل سلوكه وتصرفاته الشاذة؟ لقد كان عام 1954 هو أعنف أعوام المواجهة بين عبد الناصر ضباط يوليو وجمال عبد الناصر على الحكم، وتقسيم السلطة بينه وبين عبد الحكيم عامر صديقه: لك الجيش ولي الرئاسة والزعامة والوجاهة. دخل عبد الناصر معركة شرسة مع رئيس مجلس قيادة الثورة اللي هو محمد نجيب رئيس مصر وقتها، ونجح عبد الناصر في إقصائه وتحديد إقامته، ثم تخلص من جميع الساسة القدامى في محاكمات شرسة أجرتها محكمة الثورة، ثم تخلص من جماعة الإخوان المسلمين بإصدار قرار بحلها، ثم تدبير حادثة المنشية، ثم التخلص من المقربين منه داخل مجلس قيادة الثورة، خالد محي الدين، يوسف صديق على سبيل المثال. وراح عبد الناصر يبني لنفسه شخصية الزعيم، هذه الشخصية التي ولدت في ميدان المنشية بالإسكندرية، التي ولد بها عبد الناصر وانتقل منها طفلا ليعيش في حارة اليهود، لتربيه إحدى قريبات والدته وكانت يهودية. وفي ميدان المنشية وبعد تمثيلية إطلاق النار عليه فلم يصب إلا بخدش في كف يده، صرخ عبد الناصر: أنا جمال عبد الناصر الذي علمكم العزة والحرية. لقد تعجب حينها الكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وقال لتلامذته وهو ينقل عنه من أنيس منصور: ستعيشون لتروا هذا الرجل يحول الشعب المصري إلى عبيد. وقد رحل العقاد عام 64 ولم يشهد كافة جرائم العهد الناصري التي افتضحت بعد هزيمة 67، وبدأ التعذيب في سجون مصر والسجن الحربي تحديدا. وقد ظهر حمزة البسيوني لأول مرة في السجن الحربي 1954، وكان يقوم بتعذيب المساجين بنفسه. كان المساجين الذين يتم تعذيبهم في الشفخانة لابد أن يغنوا أغنية أم كلثوم أثناء التعذيب: يا مثال الوطنية يا جمال، يا جمال يا مثال الوطنية. الشخصية المصرية لا تتغير، سادة وعبيد. والمشكلة الأكبر عشق بعضهم لصفة العبد الذليل. بيقول مصطفى أمين وهو في السجن الحربي: كان حمزة البسيوني هو الملك، وكلاب السجن هم أصحاب السمو والأمراء، فقد كان في المعتقل رقم 3 مجموعة من الكلاب أكبرهم لاكي، وكان هذا الكلب معاه ريكس الذي يعتز به حمزة البسيوني، والكلبة عنايات زوجة ريكس. وكانت هناك كلبة تدعى جولدا، كلبة اسمها جولدا تعذب المساجين المصريين سجناء الرأي والدين. بيقول مصطفى أمين في كتابه سنة أولى سجن وسنة ثالثة سجن:
كان أفخر أنواع اللحم مخصص للكلاب وأحقرها للمسجون السياسي. كانت الكلاب تأكل أولا ثم يأكل الحرس، والويل للحارس الذي يأكل من اللحم قبل أن تنتهي الكلاب من طعامها. إن سعادة ملك التعذيب اشترط أن يكون خدم الكلاب من حملة الشهادات العليا، ووقع الاختيار على خريج من كلية الأداب، وآخر من كلية الهندسة، وثالث من كلية العلوم، ورابع من كلية الطب. وينقل مصطفى أمين في كتابه سنة ثالثة سجن عن المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين أنهم اكتفوا في السجن الحربي بحبسه داخل زنزانة فيها 15 كلب، وكانت تلك الكلاب تتبول على الرجل المسن المستشار الكبير. ويحكي فريد عبد الخالق في حواره مع أحمد منصور أنه قد تم وضعه في زنزانة صغيرة مع كلب جائع شرس. أنا قعدت في الزنزانة زي بعض، فإذا أنا أفاجأ بما لم يكن في حسابي إطلاقا، إقحام كلب أسود كبير على الزنزانة عليا. وبعدين يعني زادت الكارثة عندي أو الخطر زاد لما أغلقوا الباب وانصرفوا، وأصبحت أنا وهو ولا ثالث لنا إلا الله عز وجل. أنا لا أحب الكلاب، لأن يعني يصير حصل لي عقدة وأنا صغير ورثتني الخوف من الكلب، فكان شيء محظور مني. فأنا لقيت المحظور ولا حيلة لي إلا اللجأ إلى الله. أعمل إيه لما الكلب داخل؟ حقيقة أنا زي ما تقول مرت بي لحظات ذهول، وبعدين يعني ان في خطر داهم ووضع لا يؤمن شره بل بالعكس. فكان السؤال يا ترى هو هيعمل ايه؟ السؤال ما الذي يدور براس هذا الكلب الذي جاءني؟ فانا قعدت في اخر الزنزانه وهو الكلب لقيته اخذ وضع اخر، ادار ظهره لي وتوجه الى الباب باسطا ذراعي كده. انا على طول تحركت يعني تلقائيا، سواء يعني لاستدرار عطفه او سواء اللي هو رحمه به، اذا احسنت الظن فهي رحمه والا قلت انا بتملقه يعني. فانا اخذت الميه اللي كانت موجوده في الزنزانه وحطيتها قدامه، فاتى عليها شربها، أتى عليها، وبعدين ازداد هدوءا وأنا ازددت اطمئنانا. الكلب لديه رحمة ورأفة ووفاء أكثر من بعض البشر للأسف. الكلب الأسود الضخم الذي أدخلوه على الأستاذ فريد عبد الخالق رحمه الله لم يقترب منه، أدار له ظهره وحاول أن يفتح الباب ولكنه لا يستطيع، إلى أن تعب فنام. وفي الصباح جاء العسكري فألقى الجراية اللي هي رغيفين عيش وبيضتين، خدهم الأستاذ عبد الخالق أشر البيض وضعهم أمام الكلب يأكل. ورغم أن الكلب لا يأكل البيض لكنه كان جائع، فأكل البيض والخبز وأصبح بينهما ود وألفة، واعتبر الكلب أن ما فعله معه كرم لا بد أن يرده له. كانوا بياخدوا الكلب صباحا ويعيدوه ليلا عشان ينام مع الرجل. اثنين من حراس السجن شافوا منظر الكلب وهو يأكل إفطار الأستاذ عبد الخالق فتعجبوا من رحمة الرجل على الكلب، تسألوا هل يستحق مثل هذا الرجل الرحيم هذا السجن والتعذيب؟ توفي الأستاذ فريد عبد الخالق في 12 إبريل 2013 عليه رحمة الله. وعند العدل يلتقي الخصوم السجين والسجان بين يدي العادل الذي لا يغفل ولا ينام. ياريت تسأل نفسك بتسجن وتعذب لصالح مين؟ وماذا تقول ربك حين تسأل؟ هل تقول أنا كنت عبد المأمور؟ مارس حمزة البسيوني تعذيب السجناء السياسيين بنفسه، وكان بيضربهم بالسياط عرايا، وكانوا يعلقوا بالشبابيك وبالأسقف ويعلقوا على العروسة، أو التعليق من القدمين كالذبيحة، ويدهن الجسم كله بالزيت ويضرب بالكرباج أو يصعق بالكهرباء. تفنن حمزة البسيوني وتلامذته في تعذيب المعتقلين السياسيين في مصر. والسؤال المحير حقا، ألم يفكر هؤلاء أنهم سوف يموتون وأنهم سوف يلقون عذابا بعذاب، ولكن عذاب الآخرة أمر وأدهى؟ الكلاب لم أحصي عددها، أغلقوا باب الحجرة بمغاليق من حديد سمعتها، سمعت المغاليق وهي تغلق، وتركوني مع الكلاب من بعد أذان العصر لحوالي ربع ساعة على الأكثر أو تلت ساعة، والكلاب معلقة بصدري وبكتفي وبرأسي وبظهري وبكل جزء من جسمي، أنياب الكلاب مغروسة فيه. قضيت ساعات لا أدري كم،
كنت أتصور أن كل ثيابي أغرقها الدم، فقد كنت أغمض عيني وأقفل فمي قفلا شديدا. تولى حمزة البسيوني مسؤولية السجن الحربي ثم السجون الحربية كلها. كان بيقول حمزة البسيوني للسجناء: أنا أستلم المسجونين بغير إيصال، ولست مسؤولا عن حياتهم، وصحراء مدينة نصر تمتلئ بجثث الكثيرين. ترقى البسيوني من رتبة رائد إلى رتبة لواء أركان حرب في أقل من 8 سنين. لكن الغريب هو موقف عبد الناصر منه، كما يقول مصطفى أمين في كتابه سنة أولى سجن. ففي عام 1963 دخل حمزة البسيوني مدير السجن الحربي وقتها إلى غرفة مكتب جمال عبد الناصر في بيته بضاحية منشية البكري في القاهرة. وقف رئيس الجمهورية يستقبل الضابط الكبير، فوجئ الرئيس بحمزة البسيوني ينبطح على وجهه، يرتمي على قدمي الرئيس وهو يحاول أن يقبل حذاء الرئيس، وكان ينتحب ويشهق ويبكي حتى بللت الدموع حذاء الرئيس. ذهل جمال عبد الناصر، مد يده ورفع الرجل وقال له: ايه يا حمزة، في ايه؟ بتتمرمغ على الارض ليه؟ قوم. وكان وقتها عقيد وصدر الترقية له انه يصبح لواء. أنسيت أنك سوف تكون لواء في الجيش؟ فقال حمزة وهو لا يزال ينتحب ويرتجف ويحاول أن يقبل يد الرئيس، والرئيس يسحب يده من شفتي اللواء: سمعت من المشير أن سيادتك حكمت علي بالإعدام. قال الرئيس في دهشة: أنا لم أحكم عليك بالإعدام، إن كل ما قلت للمشير عبد الحكيم عامر هو أن تنقل من منصب قائد السجن الحربي إلى منصب آخر في الجيش يليق برتبتك العسكرية. قال حمزة البسيوني في صوت مرتعش: ده معناه إنك حكمت بإعدامي، سوف أضرب في اليوم التالي بالرصاص من أعداء الثورة. وطلب الرئيس من اللواء حمزة البسيوني أن يعود إلى عمله حتى يبحث الأمر مع المشير عبد الحكيم عامر. وحاول حمزة وهو يجهش بالبكاء أن يقبل الحذاء الرئيس مرة أخرى، ودفعوا الرئيس وقال له في غضب: لو فعلت هذا مرة أخرى فسوف أصدر قرار بإحالتك إلى المعاش. وأصبح أصدقاء حمزة البسيوني في مراكز القوة، وكلهم شاركوا معاه في عمليات التعذيب، يتوسطون لحمزة لإلغاء قرار نقله من السجن الحربي، لأنه سوف يطلق على نفسه الرصاص لو خرج من السجن الحربي، لأنه يؤمن بأنه سوف يقتل بعد 24 ساعة من خروجه من منصبه الخطير في السجن الحربي. وبقي حمزة البسيوني مديرا للسجن الحربي ومديرا لجميع السجون الحربية في عصر عبد الناصر. ما الذي جعل إنسان يعشق السجن هكذا ويشعر أنه دونه الموت؟ لقد ترقى حمزة البسيوني سريعا، صعد من رتبة رائد 1952 إلى لواء بداية الستينات، حصل على رتبة الفريق قبل هزيمة 67. ولا أفهم على ماذا ترقى هذا، وأركان حرب إيه وفريق إيه، إن لم يكن قد مارس أي حرب ولكنه شارك فقط في الهزيمة. ما هي فلسفة تلك الترقيات في الجيش؟ لماذا يحصلون على نياشين ولم يخوضوا أي حروب؟ سؤال يظل معلقا لا أعرف له معنى. في سنة 67 وقبل الهزيمة بأيام، خطب حمزة البسيوني في المساجين السياسيين بعد أن جمعهم ظهيرة يوم حار شديد الحرارة وقد منع عنهم الماء في هذا اليوم. قال في خطبته الأخيرة أنه هو القانون، هو الدستور، وأنه هو الآمر الناهي، إنه يحيي ويميت، سبحان الله الذي لا يموت. وبعدها بأيام حصلت الهزيمة الثقيلة وصدر قرار بإحالة البسيوني على المعاش، ثم تم القبض عليه والتحقيق معاه فيما هو منسوب إليه من انحرافات. خد بال حضرتك من لطف التهمة وظرفها، انحرافات، قتل المساجين العزل بعد تعذيبهم مجرد انحرافات. فضل حمزة البسيوني في السجن عامين، لكنه ويا للعجم لم يحاكم أبدا. ليه؟ لأنه قال لهم في التحقيقات أنه عذب بأوامر من الكبار، وذكر اسم كل شخصية قتلها بعد التعذيب ومن الذي أمروا بتعذيبها وقتلها. فوجدوا الذين كانوا ما زالوا في السلطة أن محاكمته علنا ستفتح ملفات شخصيات كبيرة زي شعراوي جمعة رجل المخابرات ووزير الداخلية وقتها، وسامي شرف رئيس مكتب عبد الناصر، وزكريا محي الدين وغيرهم. وأثناء سجنه كان ذليلا كالفأر. يحكي الكاتب الصحفي صلاح عيسى الذي التقى حمزة البسيوني في السجن وهو مسجون في القلعة أنه رآه سنة 68 لما قبض عليه في المظاهرات اللي خرجت تطالب
طالب بالكشف عن المسؤولين عن الهزيمة وكانوا بيهتفوا وديتوا فين فلوسنا واليهود بتدوسنا. بيقول صلاح عيسى كان في السجن وقابل حمزة البسيوني وهو سجين زيه، وصفه بأنه أبيض الوجه، شعره أبيض شديد البياض، كان ماشي وخلفه أحد المخبرين، وكان حمزة البسيوني بيحاول يعرف مين في الزنزانة اللي فيها صلاح عيسى. بص في اتجاهها شخط فيه المخبر: بص قدامك. بيقول عيسى انه امتثل في رعب لامر المخبر ومشي بخطوات سريعه كانه فأر مذعور. اما احمد فؤاد نجم فالتقى بحمزه البسيوني في سجن القلعه سنه 68 واعتدى عليه بالضرب في حمام السجن. معتقل القلعه اول معتقل خشيت فيه، وعلى فكره اما جابوني من امبابه عشان يجيبوني القلعه هنا، انا عبال ما وصلوني من امبابه اللي هنا كان دمي نشف تماما. احنا كنا نسمع حواديت عن صلاح نصر واعتقال الناس وتدميرهم وحاجات زي كده، وحمزه البسيوني، حمزه البسيوني كان معانا هنا في السجن، ده وحش السجن الحربي، حمزه البسيوني ده كان حاجه فظيعه، وهو كان صغير قد كده. اول ما شفته هنا كان في الدوره الفوقانيه، فالمخبر قال لي خلي بالك حمزه البسيوني جوه. فدخلت لقيته رافع رجله على الحوض، كان بيتوضى رجله الشمال، ورحت ماسكه وقلت انت بتعمل ايه؟ قال لي ايه بتوضى. قلت له بتوضى. بيقول نجم الشعر المصري انه ساله انت بتعمل ايه؟ قال له بتوضى، هو فيها حاجه لما توضى؟ قال له انت فاهم ان ربنا هيغفر لك اللي عملته في الناس ويسيبك تخش الجنه، وضربه واسقطوا ارضا. بيقول ان كتير من المساجين كانوا يعتدوا على حمزه البسيوني بالضرب، وكان مستكين جبان كالفأر. اما جمال الغيطاني الكاتب المصري فبيحكي انه في نهايه الستينات على احد مقاهي العباسيه كان موجود مع نجيب محفوظ على هذه المقهى، دخل شخص ابيض البشره ابيض الوجه، شعره ابيض شديد البياض، متوسط القامه، عيناه غريبتان كانهما مقلوبتان للخارج، اصابع يديه نحيله مدببه كانها مخالب الطيور. لما دخل الى المقهى ساد صمت غريب، واسرع الجرسون باحضار نرجيله وضعها بجواره وفرد له شطرنج، وبدا احد الجالسين يلعبه. سالني محفوظ من هذا؟ فسالت الجرسون فاجاب هو حمزه البسيوني مدير السجن الحرب السابق. فاتسعت عيني نجيب محفوظ وولدت وقتها روايه الكرنك الرهيبه، هذا الفيلم الذي فضح التعذيب في سجون عبد الناصر وكل سجن يأتي بعد عبد الناصر. تم تمثيل هذه الرواية وقام ببطولتها نور الشريف وسعاد حسني، وأدى دور حمزة البسيوني كمال الشناوي. أما النهاية التراجيدية لهذا الجبار المتجبر الذي قال لأحد المساجين إذا نزل ربك هنا هسجنه في الزنزانة اللي جنبك انفرادي، استغفر الله عما يقولون وتعالى الله عما يصفون ولا إله إلا الله العزيز القدير الجبار المتجبر على الظالمين الناصر للمظلومين. حتى إن امتد الظلم إلى حين ظل حمزة البسيوني غائبا عن الإعلام والأضواء بعد خروجه من السجن، وتناساه الناس إلا ضحاياه الذين أصيب بعضهم بعقد نفسية، وأصيب البعض الآخر بعاهات جسدية، وأصر البعض على طلب القصاص منه في الدنيا والآخرة. ويوم 19 نوفمبر 71 وبعد وفاة عبد الناصر بسنة وشهر و21 يوم، في الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة أول أيام عيد الفطر، كانت تسير سيارة ملاكي يقودها شخص، يجلس إلى جواره شخص آخر. يقول شهود العيان أن سائق السيارة كان يسير بسرعة كبيرة جنونية غير مبررة، كأنما يذهب إلى حتفه أو يريد الانتحار. وكانت تسير أمامه سيارة نقل تنقل أسياخ الحديد المسلح المستخدم في البناء، ومعروف في مصر أن هذه السيارات تنقل أطوال حديد أطول منها، مخالفة للقانون قانون المرور، لكنه يحدث. كانت الأسياخ ممددة وممتدة من خلف السيارة النقل، موجهة في اتجاه الخلف كأنها سيوف وحراب، موجهة أيضا باتجاه السيارة القادمة من الخلف في سرعة رهيبة. لم يتوقف السائق، لم ينتبه للحديد الممدد، فاصطدم بالحديد وبمؤخرة السيارة النقل، فاخترق الحديد المسلح جسد السائق والشخص الذي يجلس إلى جواره. ولما عزت يخطط مفيش قوة في الدنيا تقف قدامه. سائق هذه السيارة كان حمزة البسيوني نفسه،
مجرم السجن الحربي الذي كان يجلس إلى جواره شقيقه عقيد شرطة عباس البسيوني وقد مات في الحال، وكان يجلس في الخلف شقيقهما الثالث القاضي حسن البسيوني وقد أصيب في الحادث، وأصيبت معهم أيضا ابنة شقيقتهم مهجة عبد القوي. هل انتهت هكذا حكاية هذا الظالم؟ بقي بها العبرة. نقل عن المستشار خير يوسف رئيس محكمة الاستئناف السابق رحمه الله أنه كان وقتها رئيس إحدى النيابات، خرج مع زميل له لمعاينة حادث ومناظرة جثة، يحكي بتأثر شديد أنه وجد الجثة وقد اخترقها الحديد المسلح، فاخترق ناصية القتيل ومزقت رقبته وقصمت الجانب الأيمن حتى انفصل كتفه عن باقي الجسد. بيقول المستشار خير يوسف: لم أستطع مناظرة الجثة لأني فقدت وعي وسقطت في إغماء من هول المنظر. وقام زميلي باستكمال مناظرة الجثة وهو يحتفظ بنسخة من محضر المعاينة. هل انتهت قصة حمزة البسيوني؟ لا، لم تنتهي، فلكل زمان ولكل نظام من يبيع له روحه وآخرته بدنيا غيره. العظة العظة، التدبر التدبر، يا أولي الألباب إياكم وظلم العباد، فاليوم عمل وغدا حساب. وهذا ماجد عبد الله يحييكم. من غير ألم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير مفتش في النفوس أو أقلب الأحزان، أنا كلمتي منكم، أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان، الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي، جمال العذاب انفلت وانا وراه بحدي، وانا وراه